تستهدف هذه الحملة المرضى المزمنين، أصحاب الأمراض المزمنة فوق 18 عام ممن لديهم مرض واحد أو أكثر، بالإضافة إلى العاملين في المجال الطبي والإنساني. في منطقة عزاز إن شاء الله راح يكون عندنا أربع مراكز منتشرات في قرية سجو، مدينة عزاز، مدينة مارع، وفي عندنا مركزين مشتركين بين صوران وأخترين. بالنسبة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة لازم يراجعوا أقرب مركز طبي لألون، في ورقة إحالة جاهزة نحن موزعينها على المراكز الطبية، راح يتم ملئها من قبل طبيب الأمراض المزمنة أو طبيب الداخلية الموجود بالمركز، ثم يقوم بتحويلهم إلى فريق اللقاح الموجود في المراكز الثابتة. فريق اللقاح بياخذ ورقة الإحالة وبيقدم خدمة التلقيح للمرضى. اليوم بتاريخ اليوم راجعنا دكتور الأمراض المزمنة معي توتر شرياني وضغط، الدكتور الداخلية حولنا إلى مركز التلقيح كورونا، والحمد لله استقبلنا الفريق بشكل كويس وأعطونا الإرشادات الكاملة من التلقيح، وهو يعني شرحوا لنا فيه أنه آمن، والحمد لله تلقحنا والوقاية خير من العلاج والحمد لله.